محمد وين طبعا أنت تتعامل مع ثلاث سلطات في البلد، السلطة التشريعية فاسدة، السلطة التنفيذية فاسدة، السلطة القضائية عشان تتعامل معها لها معطيات معينة. احنا في دولة تسمى الدول الريعية، دائما الدول الريعية تعتمد على شراء الولاءات. لما تطرقت قبل شوي على قضية اللجان، بالفعل هذه اللجان كلها ترضيات شراء ولاءات. نتكلم على الآن هيئة مكافحة الفساد، احنا نتكلم على فساد، الهيئة تشكيلها على علامات استفهام وتعجب. انا ما ودي اتكلم تفاصيل اكثر حتى بكره نتعرض احنا للمساءله. الهيئه هذه الان للحين قاعد تجهز نفسها، صار لها نتكلم على سنتين ثلاث، خذوا مبالغ وقدرها، هذا بحد ذاته فساد. تشكيله الهيئه بحد ذاته فساد. نتكلم احنا ليش عندنا فساد، هم للاسف ازرعوا الفساد في كل ركن من اركان البلد. قبل تقول هذا فاسد، الان حتى لو تنتقد وزير او نائب فاسد مو يقول لك كل البلد فاسد، هم أفسدوا. ليش؟ علشان هم يكونون يعني ما يكونون فئة منبوذة، فبالتالي أصبح المجتمع أغلبه شبه فاسد. تلقى الموظف الصغير اللي راتبه ضعيف قاعد يرتشي، حتى رشوته مرات توصل لكرت تعبئة. هو الخمس دنانير الحين داخل 20. فعلاً أنت الآن محمد شوف لوين نزل الفساد. أنت تكلمنا من الساعة في قضية التعيينات، الآن التعيينات كلها المناصب القيادية تنبني على حسابات فاسدة محاصصة. هذا الكرسي للشيعة، هذا الكرسي للقبيلة الفلانية، الكراسي موزعة بهذا الشكل. فأي أي تنمية احنا نحكي عنها؟ مستحيل تتكلم على تنمية. الحكومة قاعد تزرع الفساد وقاعد تغذي هذا التوجه. للأسف حتى العملية الانتخابية الحكومة قاعد تفتح أبواب الفساد للنائب، تشتري ولاء النائب، النائب قاعد يفتح أبواب الفساد للناخب، يشتري ولاء الناخب، فبالتالي هذه أصبحت حلقة. هذا الحلقة محمد للأسف قاعد تعزز أوضاع خطيرة في المجتمع. احنا نتكلم على فساد، طبعا ما راح نقول إن هذا المجلس، احنا نتكلم على من 63 مجالس، 63 في مجالس أدى الدور إيجابي إلى حد ما، ما نقول هو الدور اللي احنا نطمح له، ولكن كان لهم دور في محاربة الفساد، بالذات المجالس اللي استخدمت الجوانب الرقابية. احنا الان امام مجلس ما عنده لا اداه تشريعيه ولا اداه رقابيه، ودائما المسطره في العمل السياسي المعارضه. احنا المعارضه المبطله الغت شيء اسمه معارضه، الغت الثقه في قضيه المعارضه، دائما المعارضه هي مسطره الاغلبيه. احنا المعارضه شوهت صوره العمل السياسي للمعارضه، ما عاد في ثقه، لان المعارضه كانت موالاه خلف الكواليس اكثر من الموالاه المعلنه. يعني أنا دائما أقول ضمير الأمة لما طلعوا لآلاف ما طلعوا حبا فيه، لأنه جنس اللي ما يستحق، لأنه وظف اللي ما يستحق على حساب الغير، اعترف في شهادات غير مزورة، نصب قياديين تنصيبات باراشوتية، يوم صارت الصج عقب سحب الجناسي ما طلعوا ولا 200. لو هذه قواعد مؤمنة في خط السياسي كان ظلت الأرقام موجودة في تزايد. المعارضة اللي للأسف هم راهنوا عليها، الحمد لله ما راهن عليها، نصهم مخرجات فرعيات، والبعض عليهم مرتشي اللي ما أخذ له شيء كلي، البعض الآخر أيادية بالإرهاب وارتباطاته مع تنظيمات خارجية كانت موجودة، لا وصور هو اللي ينشرها مو إحنا اللي نفتري عليه. البعض الآخر من المعارضة من أكثر الناس يمشون في معاملات الفساد، قائدهم ملياردير، البلد الوحيد في العالم اللي قائدهم ملياردير المعارضة الكويتية. حلو، أساس الوقت انتهى.